لنا يومين لا حديث في الشارع المصري إلا على الكابتن صالح جمعة. صالح جمعة عمل حادثة، صالح جمعة ما كانش في وعيه، صالح جمعة كان معاه ناس، صالح جمعة ما كانش معاه ناس، اتحبس، لا أفرج عنه، لا قضية تانية، لا قضية تالتة، وكلام كثير ومعلومات منها ما هو الصحيح ومنها ما هو اجتهاد. لكن قررنا أن نقطع الشك باليقين ونتكلم مع كابتن صالح جمعة. مساء الفل يا كابتن صالح، ازيك؟ مساء الفل كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ غلبتنا يا صالح، ازيك؟ تمام الحمد لله يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله. احكي لي، الناس زعلانة غضبانة، ما صدقت انها شافتك في الملعب وبتفرح بيك وعايزاك تبقى حاجة جميلة، لكن كل يوم والتاني هناك مشكلة. لكن بالتأكيد كان في كلام كتير على الموضوع الاخراني، بدي لك الفرصة كاملة عشان توضح الموقف يا كابتن صالح. طبعا يعني انا حابب حضرتك طبعا تسمعني يا كابتن. اتفضل. طبعا طلبت اعمل محاضره، شرف مداخله مع حضرتك النهارده. اتفضل. انا عندي تفاصيل كتيره، حابب ان انا اخد يعني مساحه من الوقت مع حضرتك. اتفضل. اتفضل يا كابتن، اتفضل. في البدايه طبعا يعني دون الخوض في اي تفاصيل تخص الحادث دلوقتي، لكن انا طبعا زي ما بقول لحضرتك يا كابتن، دايما المواقف الصعبه والازمات هي اللي بتظهر معادن الاشخاص، وهو اللي ظهر عليه خلال الفترة الأخيرة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. فأنا طبعاً يعني بتكلم مع حضرتك النهاردة عشان أشكر النادي الأهلي، وبالأخص عايز أشكر كابتن محمود الخطيب، وحابب أشكر طبعاً سيادة العميد محمد مرجان طبعاً. نعم طبعاً. وحابب أشكر طبعاً الفريق القانوني للنادي الأهلي برئاسة نقيب المحامين والسيد المستشار محمد عثمان طبعاً. نعم. يعني بصراحه كابتن، الناس دي ما تخلتش عني لثانيه واحده من بدايه الحادث لحد ما خلصت كل اجراءات النيابه وخرجت. نعم. حابب في البدايه طبعا اوجه لهم الشكر، ده في البدايه كابتن. نعم. في جزئيه ثانيه حابب اكلم حضرتك فيها، وطبعا في لغط كتير في الموضوع. نعم. لان الناس النهارده بتتكلم في جزئيه لا صالح، وصالح ممكن يكون مش في وعيه او في وعيه أو, او 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 كل الكلام ده كله. كلها حاجات احنا كابتن تعودنا عليها، يعني من بداية ما لعبت كورة ولحد النهاردة خلاص تعودت على كل الكلام ده. نعم. تمام. هو اللي حصل ان انا نزلت الصبح عادي جدا، وكان عندي تمرين. بعدها حصل حادث عادي جدا، يعني اي حد ممكن يتعرض له في مصر، يعني بعد الشهر على حضرتك انت كابتن احمد ممكن تخلص برنامج ويحصل مع حضرتك كده. نعم. فحادث بيبقى عادي جدا، وفي البداية تبقى الأمور عادية جدا يا كابتن، والله زي ما بقول لحضرتك. نعم. لكن لما حد بيفاجأ بأن قائد العربية هو صالح جمعة لاعب النادي الأهلي أو أي كابتن في مصر أو أي حد مشهور، دايما بيبقى التعامل بيختلف مرة واحدة يا كابتن صبير، ودي حاجة أنا مستغربة جدا. نعم. فطبعا الموضوع بيكبر بطريقة يعني النهارده كابتن، حتى يعني العقوبة القانونية ان انت تخبط حد عن غير عمد وانت مش قاصد، تبقى يا تصالح يا غرامة. نعم. تمام. فطبعا موضوع شارع الزمالك كلها ضيقة جدا. فدخلت في العربية اللي قدامي. ابتدى يعني الشخص اللي انا خبطته يتكلم انا وهو، ابتدى يعرض طلبات غريبة جدا مادية. تمام. قلت له طب خلاص احنا نروح اسم الشرطة القريب ونشوف التفاصيل دي والناس هتقول عليه هناك هو لا يحصل. تمام. خلصنا كل الكلام ده كابتن. طبعا كان عندي قضية قديمة برضو، خبطت ولد برضو في الزمالك. تمام. فاتفتحت القضية القديمة كنت حابب اقفلها يا كابتن شوبير من شهر 3 اللي فات، لكن الشخص ده طلب مني في البداية طلب 2 مليون جنيه. وبعدها وصلنا 1.5 مليون. طبعا ارقام غريبة جدا يا كابتن، انا كنت بسمعها يعني. انا حتى مش عارف احل مع الاشخاص دول يا كابتن. نعم. يعني اذا كان الواقعة القديمة بتاعت ان انا خبطت واحد وطلب مني المبلغ ده كله، فانا استغربت. يعني انا بقول لحضرتك يا كابتن، يعني 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 مكتوب في كتاب القانونيا حتى كابتن موجود الكلام ده. نعم. يعني انا لما اتكلمت حتى مع المحامي بتاعي اتكلم معايا النهارده في نصوص المواد، اذا كان
238 او 244 من قانون العقوبات. مفيش كتابة الارقام دي، محدش بيتكلم في الارقام دي. نعم. فما توصلتش لاتفاق مع في المشكله الاولانيه. وفي الاخر برضو توصلت لاتفاق بعد 6 شهور او 7 شهور، برضو دفعت مبلغ كبير جدا. نعم. بس انا اللي صممت يا كابتن ان انا النهارده اروح اعمل تحليل شامل. تحليل شامل كل حاجه، المنشطات، الكحول، خمور، مخدرات، كل حاجه، والنتيجه جاءت سلبيه. دي حاجه برضو كنت حابب اوضحها. نعم. بس ده كل الموضوع يا كابتن. طيب انت صممت تعمل التحليل ده ساعه الحادثه ولا النهارده بتقول يا كابتن صالح؟ لا، عملته بعد الحادثه على طول. لان انا عارف نقول بقى حضرتك يا كابتن المشكله الاولانيه برضو عملت نفس الموضوع. يعني الواقعه الاولانيه والواقعه الثانيه انا عملت نفس الموضوع بعد الحادث مباشره. نعم. بثلاث اربع ساعات بالظبط. نعم. نفذته لان انا عارف ايه اللي هيتقال وايه اللي الناس هتتكلم فيه وايه الجزئيه اللي هتتكلم فيها. والحمد لله يا كابتن ربنا اراد ان يبقى فيه فيديو للحادث الاولاني قدام الفور سيزون. ويبقى فيه فيديو ثاني برضو للحادث الثاني في الزمالك، وانا مفاجئ للناس. بس فالحمد لله في الفيديو الاولاني وفي الفيديو الثاني باين كويس قوي ان الساعه 8 الصبح وان انا كان عندي تمرين وكل الكلام ده كله. يعني بس دي حاجه كنت حابب اوضحها بس كده. طيب ممكن تستحملني شويه ولو طبعاً عايز تقول اي حاجه انا طبعا تحت امر حضرتك. البعض بيقول انه صالح مش ساكن في الزمالك وانه كان سهران في نايت كلاب وانه طالع من نايت كلاب على سواء بقى كان التمرين او غيره، صحة هذا الكلام يا كابتن صالح؟ ما فيش الكلام ده خالص. هو نادي الزمالك، النادي الاهلي بتواجد في نادي الزمالك يا كابتن. بتواجد في حي الزمالك قصدك؟ بالظبط. يعني سوري، في حي الزمالك. ده شيء طبيعي، وبعدين ده طريقي كل يوم، يعني مكان الحادث ده طريقي كل يوم انا رايح على النادي. طيب البعض الاخر بيقول يعني اللي جاي التمرين جايب واحده معاه ليه في العربيه والكلام، البعض يقول زوجتك. لا، زوجتك السابقه. زوجتي يا كابتن. لا. زوجتك يا كابتن، ليست طليقتك. لا لا لا، زوجتك يعني على ذمتك، موجوده على ذمتك حتى الان. مش طبعا. واثبتت الكلام ده كله في النيابه. واثبتت ده في النيابه. هل هي اشتكتك في النيابه زي ما البعض قال يا كابتن صالح؟ لا خالص. هذا هي يا كابتن شوبير. كانت حبت، يعني هي لما دخلت حتى مع وكيل النيابه اتكلمت في جزئيه ان هي اللي كانت سايقه العربيه وقاعده تشيل من عليها الفرج، عشان هي عارفه ايه اللغط اللي ممكن يحصل في الموضوع ده. طيب يعني ده، هل في النهايه توصلت الاتفاق مع الشخص اللي حضرتك؟ انت خبطت اكتر من عربيه ولا عربيه واحده يا كابتن صالح؟ ده يا كابتن انا خبطت عربيه واحده كانت راكنه على اليمين. خبطتها من الدار ودخلت في العربيه اللي قدامها اللي راكنه. فبالتالي انت هتدفع تعويض للاثنين، مظبوط كده؟ انا دفعت تعويض للعربيه اللي خبطتها، ودفعت تعويض برضه كبير جدا للشخص اللي خبطته. ده الاولاني خالص. بس مش مليون ونص ولا 2 مليون، الارقام الفلكيه اللي كانت مطلوبه دي. لا لا، يعني انا اقول على حضرتك على حاجه. اتفضل. يعني كان الموضوع صعب ان انا ادفع الارقام دي كلها. مستحيله طبعا، لان القانون حتى ما يدفعكش ده يعني. نعم. بس ففي الاخر توصلت المبلغ 200,000 جنيه مع المتهم الاولاني. نعم. وخلصت القصه. طيب والتاني خلصته كمان؟ والتاني خلص الحمد لله يا كابتن. طيب هل بال حضرتك يا كابتن يعني كان الموضوع ممكن يخلص من غير شوشرة ومن غير دوشة؟ ماشي. لا حضرتك. انا اللي خلصته يا كابتن زهير، من غير شوشرة. طيب ومن غير دوشة. سؤال ان انا اتفضل. لا اتفضل يا كابتن، اتفضل. ان انا يا كابتن كان ممكن الموضوع ياخد اطول من كده. كان ممكن اخد اسكلاء سبيل وكل حاجة. تمام. لكن انا ما كنتش حابب يعني اقعد فترة اطول من كده في النيابة. نعم. عشان كده انا حاولت ان انا اخلص الموضوع الاولاني والموضوع الثاني، وان انا يعني الراجل الاولاني والراجل الثاني اتراضوا الحمد لله. ليه سايق من غير رخصه وليه واخد عربيه اخوك؟ ده سؤال مهم. يعني ساعات باخد عربيتي يا كابتن. احنا عايشين مع بعض على ذكاء عادي. فعادي يعني. ورخصتك ليه منتهيه؟ رخصتي انا منتهيه يا كابتن، لان انت حضرتك عارف الفتره اللي فاتت ما كانش في محاكم، فترة بتاعت كورونا دي كلها. كسل منك، نقدر نقول انها كسل منك. ده ايه؟ مش كسل والله يا كابتن. يعني انت عارف يا كابتن الفترة اللي فاتت كانت كل حاجة واقفة وكانت الامور صعبة ان انت حد يتحرك يعني. طيب خليني اسألك، هل هناك اي جهة قانونية غير السيد الاستاذ محمد عثمان وفريق مكتبه كانوا موجودين معاك في هذا الامر من بدايته؟
انا طبعا انا كابتن في البدايه حبيت اشكر النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك وكل الفريق القانوني للنادي. طبعا كان موجود معايا طبعا المحامي الخاص بيا. استاذ اشرف. استاذ اشرف عبد العزيز. كان معايا دكتور اشرف عبد العزيز. طبعا ما سابنيش ثانيه يعني. وفوجئت طبعا يعني بالمحامي الخاص بكابتن المستشار مرتضى منصور. حابب اشكره طبعا ان هو ارسل يعني المحامي الخاص بيه. حابب اشكر برضه ده بناء على طلب عبد الله. طبعا. بناء على طلب عبد الله جوه. بس فهو تحدث مع امير مرتضى طبعا وحابب اشكره طبعا امير مرتضى لان هو يعني هم ما سابوش عبد الله ثانيه لما عبد الله اتكلم معاهم فبعتوا لي برضه محامي كده. ده النادي الاهلي؟ لا كابتن المستشار مرتضى منصور. طيب اوكي طيب خليني بقى حضرتك شكرت مجلس اداره النادي الاهلي متمثلا في الكابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان، هل تركوك لحظه يا صالح في هذا الموضوع؟ يعني انا اقول لحضرتك انا فوجئت باربع محامين من النادي الاهلي موجودين معايا من اول ثانيه لاخر ثانيه. برضو لقيت اداريين النادي الاهلي موجودين معايا من اول ثانيه لاخر ثانيه. صالح يعني الموقف ده بناء على كلامك مش على كلامي بيعرفك قيمة وقدر وكيان النادي الاهلي بالتأكيد، ده انت اللي بتقول مش انا اللي بقول، لكن في نفس الوقت الناس حزينة جدا لان نفسها تشوف صالح في الملعب وكانت سعيدة جدا لما شافتك المباراة اللي لعبت فيها حوالي 15 او 20 دقيقة بس الوزن كان زايد، وكلام بايلر دايما لا يوجد بيني وبين صالح اي خلاف، كل ما في الامر وزنه ولياقته البدنية. هل آن الأوان إن نشوف صالح في وزنه الطبيعي عشان نشوفه في الملعب مرة تانية طالما ما فيش حاجة بينك وبين الراجل يا صالح؟ أنا بالمناسبة يا كابتن سمعت حضرتك من فترة ومظبوط اتكلمت في موضوع الوزن ده. ومن بعد المباراة دخلتها وخرجت تاني. خلاص يعني ما عنديش أي أوبشن تاني كابتن غير إن أنا الفترة دي بتمرن عشان خاطر الوزن الزايد ما يبقاش موجود، وإن أنا أبقى موجود مع الفرقة، خصوصا إن إحنا إن شاء الله بإذن الله خلاص يعني قدامنا خطوة إن نحسب لقب الدوري ونركز بقى في افريقيا، فحاسس ان انا موجود حتى ابقى موجود في الجزئيه بتاعت افريقيا في الاخر دي كابتن. ازاي العلاقه ماشيه بينك وبين فايلر؟ هو بصراحه يعني هو راجل محترم راجل بروفيشنال يا كابتن. وبيتكلم في حقه كمدير فني ان هو حابب اللعيبه كلها تبقى فت. حابب اللعيبه كلها تبقى جاهزه فنيا وبدنيا. فانا ده شيء بحترمه جدا منه. وده شيء ما يزعلنيش خالص، ده شيء بالعكس يعني هو في الاول والاخر هيرجع عليا انا بالنفع وعلى النادي الاهلي وعلى الفريق. صالح بيتبقى في عقدك مع النادي الاهلي كام سنه؟ فاضل لي سنتين يا كابتن. فاضل لك سنتين، هل انت حابب ان تكمل عقدك مع النادي الاهلي ولا الامور استمرت كما هي؟ انا بالمناسبه جدا انا وقعت على بياض للنادي الاهلي وانا مسافر السعوديه في الاعاره. يعني هو الطبيعي لما بتخرج اعاره لمده سنه بتمضي مكانها سنه. مظبوط. لكن انا لما وقعت وده كان في حضور كابتن سيد. انا وقعت على عقد على بياض قبل ما اسافر السعوديه. وساعتها حط فيه الثلاث مواسم المتبقيه في عادي. ده كان الموسم اللي احنا كنا فيه نادي دلوقتي يا كابتن وفاضل سنتين كمان. وانت متمسك بالفرصه في النادي الاهلي يا صالح؟ متمسك يا كابتن طبعا. جدا يعني انا كانت متلبه انا كابتن. الناس كده اتكلمت معايا بره وجوه. وكل حاجه وبطرق شرعيه وبطرق غير شرعيه، لكن انا يا كابتن انا حابب ان ابقى موجود في النادي الاهلي وكل يوم النادي الاهلي بيحرجني يعني بكرمه، وزي ما حضرتك شفت يعني في اي موقف من المواقف لا يعني ما بيسيبنيش ثانيه يا كابتن. حسيت بقيمه النادي الاهلي فعلا في موقف زي الاخير ده كابتن. صالح قلت ناس كتير بيتكلموا معاك بره وجوه، بره اكيد في انديه من الخليج او غيرها، لكن جوه كان تردد في فتره انه الزمالك بيكلم صالح بشكل قوي وانه وجود عبد الله جمعه شقيق صالح مسهل الامر شويه، بل انه الامر وصل لدرجه ان ناس اجزمت انه صالح وقع بالفعل لنادي الزمالك، صحه هذا الكلام بمنتهى الامانه؟ انا قريت يا كابتن يعني انا من بالظبط من ساعه بالظبط قريت على موقع اسمه الوطن، يعني موقع بستغربه جدا يا كابتن. ده محترم موقع الوطن ده محترم جدا. لا انا بستغربه ما اعرفش يا كابتن. معلش اتفضل. تمام. فلقيت ان انا يعني لقيت خبر ان انا بقدم بلاغ ضد النادي الاهلي فسخ التعاقد. انا ما قريتش ده. انا بستغرب جدا يا كابتن. عبد الله بيتكلم معايا دايما يا كابتن. انا عبد الله بيتكلم معايا جدا وطول الوقت موضوع الزمالك ودايما بياخد رأي يعني كل فتره بياخد رأي واخد رأيه وايه رايه والكلام ده كله.
انا الحاجه الوحيده اللي بقولها له بقولها له يعني انت عايز تروح الزمالك وانا نفسي تيجي الاهلي، يعني انا نفسي تيجي وتشوف النادي الاهلي وتخش النادي الاهلي وتعيش جوه النادي الاهلي وتتعامل مع الناس في النادي الاهلي ساعتها انت تقرر اذا كان انت عايزني اروح الزمالك او انت تيجي عند النادي الاهلي. ده اللي بقوله له دايما والله. لم توقع للزمالك؟ لا خالص يا كابتن. لم تتفاوض مع الزمالك؟ ما ينفعش اتفاوض يا كابتن، او اوقع الزمالك وانا لسه في سنتين في عقدي واحتراما للنادي الاهلي ما اقدرش يا كابتن. اللي انا بشوفه في النادي الاهلي ده كله ما ينفعش يا كابتن ان انا اصلا افكر في جزئيه زي كده. ما ينفعش حتى يا كابتن قانونيا اروح اقعد حتى مع محامي يلعب في النادي يقول لي اذا كان الجزئيه دي او الجزئيه دي او الجزئيه دي. انا في النادي الاهلي كابتن ما بيتاخرليش، يعني ما بيتاخرليش جنيه يا كابتن، فاهم؟ كل حاجه متاحه بالنسبه لي، كل حاجه كويسه بالنسبه لي. يعني حتى انا لما بفكر اقعد مع محامي دلوقتي او بفكرش يا كابتن اروح اقول له ايه، يعني انا النهارده راجل عايز افسخ عقدي مع النادي الاهلي. هو الكلام على لسان بيقوله محمد صبحي صديقك، هو الكلام على لسانه عشان نبرأ الوطن كمان او موقع الوطن من الخبر. اتفضل. كان محمد صبحي. محمد صبحي انا قريت مظبوط يا كابتن. محمد صبحي خرج برضو قبل كده لعيب تاني اتكلم صلاح الجمعه زملكاوي، صلاح الجمعه روح الزمالك والكلام ده كله. انا بستغرب يا كابتن، انا بستغرب من الاخبار دي، بستغرب من الاشخاص دي، لان انا فعلا ما كانش مع حد في الفتره الاخيره دي خالص يا كابتن. صالح عايز توضح اي حاجه تاني؟ لا خالص يا كابتن، انا وضحت كل حاجه وحابب اشكر تاني كابتن محمود الخطيب، وحابب اشكر كابتن عميد محمد مرجان طبعا يعني، والفريق القانوني بقياده المستشار محمد عثمان طبعا، حابب اشكرهم جدا. وحابب اشكر المحامي الخاص بي طبعا الدكتور اشرف عبد العزيز. فشكرا انت اتحت لي الفرصه ان انا ادي كل واحد حقه. حابب تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي؟ لا يعني جمهور النادي الاهلي انا اتكلمت قبل كده وقلت يا كابتن يعني الناس ادتني حقي وزياده، وقفت جنبي كتير جدا، ده شيء حتى ملاحظ لكل الناس اللي موجوده بتتابع الدوري المصري او بتتابع الكوره في مصر، فشايفين قد ايه النادي جمهور النادي الاهلي بيدعم صالح جمعه وبيدعم صالح جمعه. وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه دي كابتن الواحد يبقى مركز باذن الله، وزي ما حضرتك قلت اذا كان في وزن زياده ولا حاجه ان شاء الله باذن الله الواحد الفتره دي مركز ان حاجه تنزل الوزن الزياده ده ينزل يا كابتن، ويبقى مركز مع الفرقه وفرقته ان شاء الله. عايزين ما نشوفكش الصبح الا في النادي بس ان شاء الله باذن الله. ماشي يا صالح، بتمنى لك كل توفيق. شكرا جزيلا كابتن صالح جمعه لاعب النادي الاهلي، من حقه انه يوضح ومن حقه انه يقول، لانه كلام كتير جدا منه بالتاكيد ما هو الصحيح ومنه ما هو الخطا، لكنه سياستي انا او طريقتي انا او اسلوبي دايما اسمع الشخص، لازم تسمع انت حضرتك تحكم، عجبك كلام صالح ومقتنع بيه تمام، تقول لا كلامه مش صح برضه انت حر، لك مطلق الحريه، لكن على الاقل من حقه ان تسمع وجهه نظره لاي حد. لا انا بموت في كده، وبقول لكم دايما سيدنا علي بن ابي طالب له كلمه جميله جدا، قال لك اذا جالك واحد وعينيه يعني فقعت عينه اليمنى وقال لك فلان فقال لي عيني دي، قول له اصبر اصبر لما اشوف التاني ممكن تكون عينيه الاثنين. يعني فلازم نسمع، وفي النهايه الحكم لحضراتكم، لكن كلنا بلا استثناء اي لعيب موهبه او لعيب جيد نتمنى يا رب يبقى كويس لمصلحته اولا، لمصلحه ناديه اولا، لمصلحه منتخب بلده ثالثا.